نوقف ونشرب قهوتنا على رواق ما هيك؟ معقول ما اشرب انت فنجان قهوة معكم؟ ولك إلنا الشرف تشرب معك آخر فنجان قهوة يا ست نايل. نعم الفنجان الأخير ترى. يعني ما بقى تعزدنا بالبيت عملين القهوة سبحضور وعشية؟ يا حياتي هذا آخر فنجان مع نايل معك أنت اللي عمر كله قهوة مرة مرة؟ لا أي متى أنا شربتها حلوة ما تفهميني غلط. تفضل مش معقول شو طيبة قهوتك يا سارة. يمكن لأن آخر مرة. صحيح عاصم ما قلتونا لوين مسافرين الله خليه. مش مسافرين لمطرح. محظورة هي؟ برافو نايا هيك بدي اياكي. في مجال حدا بس فهمنا شو عم بيصير؟ بكل بساطة نايا ما بدها تسافر. وعاصم؟ عاصم بده يطلقني. اخترعنا موضوع السفرة لحتى ما نقولكم انه بدنا نطلق. وهيدا فنجان قهوة هو اخر فنجان قهوة رح اشربه مع عاصم. لا تحلمي اني طلقك. بعدين منيح فتحتي هذا الموضوع لأنه مليت من لعبتك السخيفة. وأنا مليت من حياتي معك. طلقني. نايا انتبهي لكلامي. ما بقى بدي إياك. ما بقى طايقة أشوفك ولا حتى أسمع صوتك ولا فرقانة معي بقى. انتبه على كلامي. خلص ما قدر بقى أكذب على أصحابي وصور لهم على إنه جهنم اللي عيشته معك هو الجنة. ما بقى عندي طاقة للكذب وللمجاملات. طلقني. خلي كل واحد منا يروح بطريق بعض. شفتوه؟ هذا كله سببه انه نايا ما اخذت الدواء. هلا هي عم تهلوس. هلا بس ترجع وتاخذ الدواء بترجع طبيعيه وبتنسى كل شيء كان عم بصير معها. ما بدي اروح معك لمطرح. ليش لوين بدك تروحي؟ على القرف والحضيض اللي كنت عايشه فيه واللي انا طلعتك منه. تروح حتى على جنب الحمراء انت مقلك معي، انت بس تكذب حالي، عم بتقلك طلق يعني طلق. انت خرسي. احترم حالك ولك عاصم، هيدي مرتي. هي وحدة خربت بيوت هي، ما بشرفك تكون زوجتك. يا واحد حقير ولا؟ طولوا بالكم يا جماعة. لا ما في رسمة زلمة. يا جميل يا جماعة معقول هيك؟ يا عيب الشوق يا عيب الشوق.